باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. احنا وصلنا في سفر الخروج لغاية إصحاح 12 الآية 43. بعد ما ربنا شرح تفاصيل خروف الفصح لموسى قال له ايه؟ هذه فريضة الفصح، كل ابن غريب لا يأكل منه، ولكن كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه. النزيل والأجير لا يأكلان منه. دي أول شرط. أولا كلمة فريضة معناها شيء مفروض عليكم تعملوه، مش اختياري. هناك أشياء الواحد حر يعملها أو ما يعملهاش، لكن في أشياء لابد تعملها، حياة أو موت. عندنا في الكنيسة 7 أسرار، منها أسرار لازمة للخلاص، ومنها أسرار غير ضرورية للخلاص. يعني لو فرض ان في واحد مريض لم يستدعي الكاهن لعمل سر مصحة المرضى، ما جراش حاجة، هيبقى بس خسر بركة السر. لكن لو واحد جاله طفل وما عمدوش، ما نقدرش نقول له ما يجراش حاجة، مش كده؟ في حاجة ضرورية. وأبونا بعد ما يعمد الطفل لازم يدهنه بالميرون، مفيش حاجة اسمها ما فرقتش، لا تفرق، لازم يدهن بالميرون. ولازم كل واحد فينا يتوب ويعترف وياخد الحل من فم الكاهن، دي حاجة ما فيهاش اختيار، ده لازم. ولازم كل واحد فينا يتناول من جسد الرب ودمه، دي برضو ما فيهاش اختيار، لازم، يعني لازم ضرورة. دول 4 أسرار لازمة للخلاص: المعمودية والميرون والتوبة والتناول. بعد كده مسحة المرضى، مش شرط كل الناس تعيا، ومش شرط حتى اللي يعيوا يستدعوا الكاهن للصلاة، ده يوميا الناس بتعيا وتروح للدكاترة وتخف، نادرا ما حد يطلب كاهن يصلي له مسحة المرضى لما يكون بقى ايه مقعد في المنزل ومش قادر يتحرك. لكن برضو بأكد، حتى لو مقالش لابونا، صحيح خسر بركة السر، لكنه لا يفقد خلاصه الأبد. نفس الحكاية في سر الزيجة، ما هو الشرط ان كل الناس يتزوجوا، لكن ممكن واحد يترهبن، ممكن واحد يعيش في البتولية، ممكن إنسان بعد أن يتزوج يترمل ويقعد بقية حياته بدون زواج تاني ويخلص. وسر الكهنوت، مش شرط كل الناس يبقوا أسس عشان يخلص، وإن كان محدش هيستغنى عن الكهنوت من جهة خلاص، لأن أبونا الكاهن هو اللي بيعمد، هو اللي بيدهن بالميرون، هو اللي بيسمع الاعتراف يدي الحل، هو اللي بيناولنا، هو اللي بيزوج المتزوجين، وهو اللي بيدهن المرضى إلى آخره. فسر الكهنوت دوت سر لازم للخلاص، لكن مش شرط كل إنسان يبقى كاهن، بس شرط كل إنسان ينتفع بالكهنوت. فربنا ياما يقول حاجات ويقول دي نافلة. كلمة نافلة في الكتاب المقدس يعني تيجي تيجي، ما تجيش ما تجيش، النوافل. لكن في حاجة يقول لك فريضة، فلابد كل إنسان يهودي إنه كان يذبح خروف الفصح مرة في السنة، عشان يقول لابد الناس تآمن بالمسيح عشان تدخل السماء، لأن ذبح الخروف إعلان بالإيمان بالفداء وقيمة الدم. وبعدين لما بياكلوا الخروف
معناها الإيمان بالاتحاد بالذبيحة اللي هو المسيح من خلال سر التناول. فلما ربنا بيقول ده فريضة معناها خلي بالكم، لو في إنسان غير مؤمن بالمسيح وبفدائه ودمه مش ممكن يدخل السماء، ولو في إنسان مؤمن بالمسيح ومش بيتناول مش ممكن يدخل السماء. دي فريضة. وإن كان إحنا في المسيحية مش بنستخدم كلمة فريضة خالص، ما سمعتوهاش أنت، لكن بنستخدم كلمة وسائط النعمة. ليه؟ في فرق يا جماعة بين طفل بنربيه بنديله تعليمات وأوامر ونواهي وفرائض، وبين واحد كبير ناضج بيسلك بالحكمة دون الأوامر. عشان كده في العهد القديم كان يسميها فرائض، وفي العهد الجديد الله متوقع منا أن نلتزم بوسائط النعمة دون أن يسميها فرائض. أنا من غير ما حد يفرض علي حاجة، أنا داخل بمزاجي بإرادتي وفرحتي واشتياقي أتناول من جسد الرب ودمه. محدش في الدنيا بيلزمنا بحاجة، لكن إلزام الحب. هذه فريضة الفصح. هنا بقى بيحط شرط إن كل ابن غريب لا يأكل منه. الابن الغريب معناها مهواش من نسل إبراهيم. هذه الذبيحة لنسل إبراهيم فقط. طبعا دي إشارة إلى أن ذبيحة المسيح لن ينتفع منها إلا أبناء إبراهيم، بس مش شرط حسب الجسد، إنما أبناء إبراهيم بحسب الإيمان. ودي قالها معلمنا بولس في رسالة روميا، إن إحنا بقينا أبناء إبراهيم مش عشان إحنا أولاده من صلبه، ولكن لأننا بنسلك في إثر خطوات إيمان إبراهيم نبقى أولاده. ويوحنا المعمدان قال الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، والحجارة دي يقصد بيها الأمم. فقال ربنا ممكن يقيم من الأمم أولادا لإبراهيم. ومعلمنا بولس هو بيشرح القصة دي بيقول لليهود اوعوا تظنوا ان انتم مجرد جيتم من نسل ابراهيم صار لكم امتياز ان انتم اولاد ابراهيم. ده انتم لازم مع كونكم من نسل ابراهيم ان تسلكوا في ايمان ابراهيم. الدليل، الدليل ان ابراهيم خلف ولدين اسماعيل واسحاق. واليهود عارفين كويس ان نسل ابراهيم المقصود في الكتاب المقدس هو اسحاق مش اسماعيل خالص. فمعلمنا بولس يقول لهم لو انتوا هتخلوها حكاية جسد فقط كان يبقى مفروض اسماعيل واسحاق. كونكم بتقولوا اسحاق بس يبقى اذا الحكاية مش حسب الجسد فقط، ده في شرط تاني يخلي الانسان ابن لابراهيم. ايه الشرط الثاني؟ انه يسلك بحسب خطوات ايمان ابينا ابراهيم. فانت يلي من نسل ابراهيم واسحاق ويعقوب لو لم تسلك في الايمان زي ابراهيم مش هتبقى من نسل ابراهيم، تبقى غريب عنه. ودي قالها السيد المسيح لليهود وهو بيعاتبهم، قال لهم لو كنتم اولاد ابراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. فقالوا له إحنا لم نولد من زنا، إحنا أولاد إبراهيم. قال لهم في الحقيقة أنتم مش باين عليكم أن أنتم أولاد إبراهيم خالص، إبراهيم ما عملش اللي أنتم بتعملوه، أنتم أبوكم هو الشيطان. هنا بقى لما يجي خروف الفصح يشترط ما يأكلوش غير أبناء إبراهيم، معناها إشارة إلى أن في العهد الجديد محدش هينال النعمة بتاعة المسيح وفداء وخلاص ودمه السمين وجسده المسفوك المذبوح ودمه المسفوك إلا أبناء إبراهيم الجديد اللي هم المسيحيين
اللي هم سلكوا في خطوات إيمان أبينا إبراهيم. كل ابن غريب لا يأكل منه. عشان كده تلاحظوا ان احنا في كنيستنا بنشدد قوي على الحتة دي، بالرغم جايز الناس تزعل مننا، بس انا في رأيي لما الناس كلها تزعل مني احسن من ربنا يزعل مني، مش كده؟ لما يقف ابونا يقول يا جماعة اللي مش متعمد ارثوذكسي لو سمحتوا ما يتناولش، فتلاقي واحد يقول لك شوفوا التعصب، طب ما هما ما عندهمش بيقولوا كده، هناك اي حد بيدخل بيناولوه، دول ناس حلوين وانتوا اللي وحشين. لا، تخيل انت بقى ان ذبحوا الخروف وقفلوا الباب وقاعدين جوه الباب، والناس العبرانيين معاهم واحد غريب مش مختتن، مش هيعزموا عليه، يقول لهم طب انتوا مش عيب حتى ذوق يعني، قاعد عندكم وقاعدين تتعشوا ما تقوليش كل معانا، يقولوا اصل انت ما تنفعش انت مش مختتن. يتقمص ويزعل وياخد موقف في الحقيقة اهون من ان الله هو اللي يزعل وياخد موقف، صح كده؟ فالانسان يجب انه يراعي ضميره امام الله، مش يراعي مجاملات الناس الكذابة، يعني المجاملة الكذابة مش الناس اللي كذابة، مجاملات كذابة دي ما تنفعش في الإيمان بتاعنا. طب افرض في واحد غريب قال الأول تختنه ثم يأكل منه، عايز يأكل يدخل في الإيمان، والختان كان رمز للمعمودية. هنا كلمة تختنه ثم يأكل منه معناها ملحوظة مهمة جدا، ان منذ البداية الله كان سامح للامم ان هم يدخلوا في الايمان به ويبقوا من ضمن اليهود. الامر اللي كانوا اليهود مش فاهمينه، هم فاهمين حكاية لنا ابراهيم اب، طب والتانيين دول يقول دول كلاب، الامم كلاب، طب مش ممكن واحد يتهود؟ لا لا يمكن، ما كانوش يسمحوا لحد يدخل في الايمان بتاعهم لانهم كانوا متعصبين، مع ان في الاول هو من اول سفر الخروج ربنا سمح ان الغريب يختتن ثم يأكل منه. في سفر التثنية ربنا بيكرر الامر بتاع الختان، بيقول ابن 8 ايام يختن منكم كل ذكر في اجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك. اذا لو عندي واحد غريب هيعيش معايا على طول، انا مشتريه عبد او اتولد في بيتي وابوه كان عبد وما هماش اساسا من نسل ابراهيم، يختتن ايضا كل ذكر في اجيالكم وليد البيت. وليد البيت معناها ابني انا، والمبتاع بفضة اللي أنا اشتريته بفلوس، كان زمان بيبيعوا الناس العبيد، من كل ابن غريب ليس من نسلك. ونفس الكلام اتقال في سفر التكوين لإبراهيم أبو الآباء، يختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك فيكون عهدي في لحمكم عهدا أبديا. الختان كان علامة على ان الانسان دوت من شعب الله، عشان كده لما يكون واحد غريب عايز يدخل كانوا بيديروا نفس العلامة. واحنا في الكنيسة المسيحية المدخل عشان نبقى شعب الله هو المعمودية، فنفهم على طول ان الختان كان رمز للايه؟ للمعمودية. وهذا الفهم ما هواش نتيجة استنتاجنا، ولكنه ورد في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى كولوسي إصحاح 2 آية 11 وآية 12. أرجوكم الآيتين دول مهمين تكتبوهم وتحفظوهم. بيقول فيها إيه الآيات دي؟ وبه أيضا، به يعني بالمسيح، ختنتم ختانا
غير مصنوع بيد، ختان غير مصنوع بيد. الختان القديم كان بإيد الدكتور أو الإنسان المدرب إنه يعمل ختان. ختنتم ختانا غير مصنوع بيد، يعني بيد الله، حاجة إلهية، بخلع جسم خطايا البشرية بختان المسيح. يعني عايز يقول ان الختان كانوا بيقطعوا قطعة من الجلد الملوثة اللي تترمي فتخلي الانسان يعني في حمى وفي حصن في حماية من انه يتلوث، عشان كده بيسموه طهارة. لكن احنا في المعمودية مش بنخلع حتة جلد، بنخلع جسم خطايا البشرية كله. وكلمة بختان المسيح عايز يقول ان احنا كلنا لما المسيح اختتن كأننا كلنا اخذنا الختان الجديد في المسيح. ويكمل يقول مدفونين معه في المعمودية، فربط ما بين المعمودية والختان. مدفونين معه في المعمودية، يعني في المعمودية تم خلع الانسان القديم وطلعنا انسان جديد. هنا بقى حتة جميلة جدا لازم ناخد بالنا منها. في العهد القديم كانوا بيختنوا الانسان وسنه قد ايه؟ ها؟ 8 ايام في اليوم الثامن. ولما يكون الختان رمز للمعمودية يبقى احنا ممكن نعمد الاطفال ولا مش ممكن؟ اهي واضحة جدا من بولس الرسول، اذا كان الختان للاطفال والختان رمز للمعمودية يبقى المعمودية للأطفال. ليه الناس تقول ما يصحش نعمد الأطفال؟ الختان كان نعمة عظيمة تخلي الطفل بقى من شعب الله. طب يبقى ده المعمودية نعمة أعظم لأن خلتنا إحنا أولاد الله. طب تفتكروا ينفع ان ربنا يعطي للاطفال نعمة في العهد القديم ويستخسر في الاطفال النعمة في العهد الجديد؟ ده احنا في عصر النعمة. ازاي ربنا يسمح بختان الاطفال ولا يسمح بمعمودية الاطفال؟ حاجة كمان، الناس اللي بيعترضوا على معمودية الاطفال يقولوا مفروض الاول يآمن وبعدين يعتمد، لأن الآية بتقول من آمن واعتمد، يبقى الإيمان قبل المعمودية. وإن الواحد ليه نلزمه بالمسيحية؟ افرض لو كبر مش عايز يبقى مسيحي، أنا ليه أعمده وهو صغير؟ خليه لما يكبر ويفهم المعمودية يبقى يتعمد. نقول لهم هل هذا الأمر كان بيحصل في الختان؟ إن الأب من دول يقول أنا ليه ألزم ابني أن يكون من شعب الله؟ أسيبه لما يكبر ونسأله؟ أنا أعمل اللي عليا وهو لما يكبر هو حر، محدش هيمسك في حد غصب عنه، وهو طفل نديله المعمودية ولما يكبر يعيش فيها أو يرفضها هو حر، وهو طفل بنأكله ونشربه ونحافظ على صحته، لما يكبر هيحافظ على نفسه او يهمل في صحته هو حر، لكن انا علي دور انه طول ما هو طفل انا بحافظ عليه. وهو طفل بدخله مدرسة بعلمه، لما يكبر يحب يكمل تعليمه او رافض التعليم هو حر، لكن لما كان طفل انا كنت مسؤول عنه. مش ممكن نأجل خدمة اطفالنا لغاية ما يكبروا بحجة ان هما مش فاهمين؟ مش ممكن. يعني أم تقول أنا مش هرضعه غير لما يكبر عشان هو مش فاهم قيمة الرضاعة، ده كلام؟ أو تقول مش هلبسه ولا هحميه ما جايز ما يحبش يستحمى، كلام ده كلام يعني عقلي يقبله؟ إذا كنا إحنا في الاحتياجات البسيطة بنقوم بيها للأطفال لأنهم مش مدركين، ولما يكبر بيكمل السكة لوحده أو يرفض هو حر. فإحنا كذلك في الأمور اللي تختص بحياتهم الأبدية نهتم بيهم هم أطفال، ولما يكبروا يقبلوا أو ما يقبلوش هم أحرار. الطفل لازم نعمده ولازم نعلمه ولازم يتناول ولازم يحفظ ألحان ولازم يتزرع في الكنيسة، ولما يكبر يكمل براحته.
نفس الكلام هنقوله لما نيجي نتكلم على عبور البحر الأحمر. بكل تأكيد هم معديين البحر كان كل الشعب بما فيهم الشيوخ والشباب والأطفال، وإحنا عارفين أن عبور البحر الأحمر كان رمز للمعمودية زي ما شرح معلمنا بولس الرسول في كورنثوس الأولى صحاح 10. فإذا كان في العهد القديم سمح بعبور كل الشعب بما فيهم الأطفال، يجي في العهد الجديد يقرط علينا يقول الأطفال لأ؟ عشان كده الختان فعلا رمز للمعمودية. تعالوا بقى نطبق حتة تختنه ثم يأكل منه. يجي لي واحد يقول لي عايز اتناول، اقول له انت متعمد ايه؟ يقول لي انا مش متعمد خالص. اقول له مش هناولك غير لما تتعمد. او يقول لي انا متعمد في الكنيسة الفلانية ما هياش تبعنا، اقول له اسف مش هأكلك من الجسد والدم غير لما تتعمد المعمودية بتاعتنا، لان الكتاب المقدس قال تختنه ثم يأكل منه، والختان هو المعمودية. في العهد القديم كان الختان خاص بالأطفال الذكور فقط مش الإناث، ومع ذلك كل بنت بتتولد من راجل يهودي مختتن كانت تبقى من شعب الله اوتوماتيك من غير حاجة. ليه؟ لان البنت محمية في حماية ابوها، وتستمر البنت دي في شعب الله طول ما هي في حماية ابوها. تيجي بقى تخرج من حضن ابوها تدخل في حماية جوزها، لازم يكون جوزها ده يهودي ومختتن، فتظل هي ايضا يهودية بسبب جوزها. لو هي تزوجت واحد غريب ما بقتش من شعب الله. فهمتوا دي يعني ايه؟ يعني لازم البنت المسيحية تتجوز واحد مسيحي، والبنت الأرثوذكسية لازم تتجوز واحد أرثوذكسي، وإلا تخرج من شعب الله. البنت اليهودية لو اتجوزت واحد مش يهودي من غير ما تقول أنا مش يهودية ولا يهودية، هي فقدت انتمائها لشعب الله، لأن هي كانت متضمنة داخل أبوها وبعدين داخل جوزها. ليه؟ لأن حواء كانت فين؟ جوه آدم. أما في المسيحية فزي ما أنتم شايفين بنعمد الراجل وبنعمد الست وبنعمد الطفل وبنعمد الطفلة، لأن الكل بقى إيه ليهم هذه النعمة. كل عبد رجل مبتاع بفضة تختنه ثم يأكل منه. النزيل والأجير لا يأكلان منه. كلمة النزيل يعني الضيف، واحد نازل عندي في البيت ضيف، مش واجب الضيافة ان اعزم عليه ياكل من خروف الفصح. اقول له في الحقيقة انت بقالك 3-4 ايام عندنا قاعدين عمالين ناكل نشرب مع بعض، بس سوري بقى الاكلة اللي هناكلها الليلة دي احنا مش هنقدر ناكلك منها. ليه؟ لان دي خروف الفصح. يقول طب انا نفسي اكل منها. نقول له طب يلا بينا على الكاهن يختنك، بعد الختان تقدر تاكل. بالظبط كده لو واحد مش متعمد بمعموديتنا ممكن اديله لقمة البركة، لقمة قربانة، اديله اي حاجة مفيش مانع، لكن نيجي عند التناول نقول له لا مش ممكن، لابد الاول المعمودية. النزير والاجير لا يأكلان منه. الشرط الثاني قال في بيت واحد يؤكل. يعني ايه في بيت واحد يؤكل؟ يعني افرض 2-3 ساكنين جنب بعض، وهنا دول 3 انفار ودول 4 ودول 3، يعني هم 10، يقدروا يذبحوا الخروف زي ما قلنا اقل عدد يذبح الخروف 10. ما ينفعش ان احنا نذبح الخروف ونقسمه وكل واحد ياخد الجزء بتاعه في بيته ياكله مع عياله. ده لازم ال3 عائلات تتجمع ايه في بيت واحد عشان ما يخرجش لحم الخروف بره البيت. ولان اللي هيمشي في الشارع عرضة ان الملاك يجي يهلكه،
لازم تدخل البيت وتقفل على نفسك وتدهن الأبواب بالدم وتجتمعوا جوه تاكلوا الخروف مشوي وتخلصوا عليه، ما تبقوش منه حاجة، ما فيش حاجة تخرج بره. في بيت واحد يؤكل، لا تخرج من اللحم من البيت إلى خارج. هنا برضو دي معناها البيت الواحد يرمز إلى الكنيسة الواحدة، كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. كلمة جامعة يعني كلنا مجتمعين فيها. وقلت لكم قبل كده ان البيت اللي بيتكلم عنه هنا هو فعلا شقة فيها اوض وناس قاعدين جوه الحيطان محدش بيطلع بره. اما الكنيسة اللي بنتكلم عنها دلوقتي مش هي الحيطان ولكن هي الشعب. عشان كده لما ابونا بياخد حق الذخيرة وفي جواهر مقدسة من جسد المسيح رايح بيه المستشفى او طالع بيه بيت علشان يناول واحد مريض، هنا ابونا ما خرجش من الكنيسة، لان كنيستنا تملى الارض، الارض كلها كنيسة للرب طول ما فيها ناس مسيحيين. امتى ابونا خرج من الكنيسة؟ لو راح للمستشفى ولقى واحد مش متعمد وناوله، يبقى انت كده خرجت الجسد بره الكنيسة. لكن واحد متعمد وناوله في فمه، يبقى لسه الجسد جوه ايه؟ الكنيسة، لان احنا اعضاء الكنيسة. في بيت واحد يؤكل، لا تخرج من اللحم من البيت الى خارج. ايه رأيكم لو واحد من اليهود اخذ جزء من اللحم دوت وخرج بيه بره البيت عشان يروح بيته، اخذ نصيبه وماشي، واحد من المصريين وقف قال له انت بتؤمن بالخرافات دي؟ بقى موسى عمال يقول لكم اذبحوا خروف، احنا مستعجبين على الذكاء بتاعكم ده، بقى دي حاجه تخلصكم؟ يبقى هنا هيعرض الشريعة بتاعت الله للاستهانة والاستهتار وان الناس تتريق عليها. ما هم ذبحوا الخروف قبل ما الملاك يعدي ويهلك المصريين، ده ساعة لما اهلك الابكار في لحظتها كانوا هم خلصوا الاكل وخرجوا. فلو قبل ما يتقتل الاطفال الابكار المصريين ممكن المصريين يستهونوا بيهم في الحاجة اللي بيعملوها. الخبر انتشر ان اليهود كلهم بيذبحوا خرفان، يقول لك ايه الناس اتجننت دي، فيبتدي يتريقوا عليه. فبرضه هنا لما يقول لا تخرج من اللحم من البيت الى خارج، عايز يقول لا تطرحوا درركم امام الخنازير، لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا درركم امام الخنازير لئلا ايه تدوسها بارجلها وتلتفت فتمزقكم. مفروض ان اسرار الكنيسة ما يبقاش مكشوفة للناس، لازم نحافظ عليها، ولو حد سألنا نجاوب اجابات مقتضبة مش التفاصيل، لانه مش هيستوعبوا حاجة ويقعدوا يتريقوا على المقدسات. لا تخرج من اللحم من البيت الى خارج. وبعدين الشرط الثالث، وعظما لا تكسروا منه. يقولوا ان كانوا بيشوا الخروف ازاي؟ يجيبوا سيخ حديد يدخل فيه كده بالطول وسيخ تاني بالعرض، فيبقى منظر صليب، ويقلبوه على النار غير ما يتكسر. وبعدين لما يجي ياكلوه من غير ما يكسروا العظم، لأمر. وانا متأكد ان لا موسى ولا الناس اللي كانوا بياكلوا الفصح ولا كل الشعوب اللي اكلت لغاية ما المسيح اتصلب كانوا فاهمين ليه ما نكسرش العظم، ليه يعني. لما جه السيد المسيح اتصلب وجم الجنود عايزين ينزلوا الاجساد من على الصلبان لان تاني يوم سبت واليهود ما يحبوش الاجساد تتعلق على السبت في السبت،
فجم كسروا الساقين بتوع اللصين عشان يموتوا. ليه بقى؟ لان الصليب الواحد لما يكون متعلق على الصليب مش عارف يتنفس، فيبتدي يرفع جسمه كده عشان ياخد هواء، وينزل علشان ينزل الهواء، يرفع وينزل. لو رجليه سليمة بيعرف يتكي عليها ويطلع وينزل، لكن لو رجليه مكسرة مش هيعرف يتحرك فيموت من الاختناق. فهم كسروا رجلين الحرامية اللصين، وجم عند المسيح لقوه مات، فما كسروش رجليه. القديس يوحنا وهو بيكتب الانجيل علق على دي، ان دي تحقيقا للنبوة اللي بتقول عظما لا يكسر منه. هذه النبوة لم تأتي في اي حتة غير في موضوع خروف الفصح. فعلى طول معلمنا يوحنا لقط ان المسيح هنا كان فصح حقيقي بدليل انه لم يكسر عظمه. يعني هو هيشفق على المسيح في ايه؟ بعد كل اللي عملوه فيه دوت كان عندهم شفقة، ايه المانع يكسر عظمه؟ لكن العجيب كأن الله مسك ايديه قال له لا ما تكسرش عظم المسيح، لان دوت مش عايز عظمه يتكسر. والجندي راح طعنه في جنبه بالحرب عشان يتأكد انه مات. طب ما كان اولى تكسر عظمه عشان تتأكد انه مات. دي بتبين لنا قد ايه ان كل خطوة في الصليب كانت معمولة بحكمة من الله مش من البشر. هما بينفذوا اللي ربنا عايزه. طب نرجع تاني بقى ونقول طب ليه المسيح كان عظمه ما يتكسرش؟ في واحد يغلط ويقول لي عشان النبوة بتقول عظمه من عظامه لا يكسر. اقول طب ليه النبوة قالت عظمه من عظامه لا يكسر؟ يقول لي عشان المسيح عظمه مش هيتكسر. طب هو ليه هيتكسر؟ عشان النبوة ولا هو مين الاصل، المسيح ولا النبوة؟ ها المسيح. دي النبوة هي سبق اخبار، كأن الرائي او النبي باص شايف المسيح مصلوب قال عظمه من عظامه لا يكسر. ويقول كثيرة هي احزان الصديق ومن جميعه ينجيهم الرب، يحفظ الرب جميع عظامه واحدة منها لا تنكسر. طب ليه؟ ليه الصديق دوت عظمه لا ينكسر؟ في الحقيقة في سببين مهمين جدا. أول سبب إن عظم المسيح هو إحنا كنيسة، وهو لما رفض إن عظمه يتكسر عايز يقول لنا ولكل الأجيال أنا لا أرغب في تفتيت الكنيسة، عايزها كنيسة واحدة، ما أحبش إن الكنيسة تبقى كنيستين أو ثلاثة أو عشر، هي كنيسة واحدة ما تتكسرش. عريس واحد لعروس واحدة، رأس واحد لجسد واحد، والجسد نفسه سليم ما يتكسرش. ولذلك أبونا وهو بيقسم القربانة في الصينية بيقسم وش القربانة وظهرها سليم. لو أنا بصيت على وش القربانة هتلاقيها متقسمة، لو أبونا رفع القربانة هتلاقي ظهرها سليم. الظهر السليم ده علامة إنها كنيسة واحدة مش منقسمة، والتقسيم اللي في الجسد من قدام علامة على ألامات المسيح وتمزق العضلات والنزيف اللي كان حاصل جواه. والجروح تقول لي طب ما احنا في الآخر أبونا بيقسم الجسد وبيدينا كل واحد حت. بص بقى المعجزة هنا إن كل واحد فينا بيتناول جسد المسيح كله مش حتة منه، كل واحد فينا. أقل جوهرة من جسد المسيح هي جسد كامل، عشان كده أبونا مش بيقول جزء من جسد المسيح، بيقول جسد عمان وإيه لإلهنا هذا هو بالحقيقة أمين. وكذلك نقطة الدم اللي بتاخدها هي دم كامل للمسيح، دم عمان وإيه لإلهنا هذا هو بالحقيقة أمين. المسيح لا ينقسم. ده سبب ان المسيح عايز عظمه ما يتكسرش عشان يخلي الكنيسه واحده مش منقسمه. لكن في سبب تاني،
ان السيد المسيح مخطط في خطته انه بعد ما يموت هيقوم، ولما يقوم هيظهر للتلاميذ عشان يأكد لهم ان هو بعينه اللي اندفن، هو اللي قام مش حد غيره. عشان كده اراد ان اللي يحصل في جسده على الصليب يستمر معاه بعد القيامة من غير ما يتمسح، لان لو اتمسح اثار الصليب هيخلي الناس تشك في ان اللي قام هو بعينه اللي اتدفى، يقولوا جايز حد غيره. وفي نفس الوقت عايز هذه الاثار الموجودة ما تعطلش القيامة، لا هي تتمسح ولا وجودها يعطل القيامة. هقول لكم يعني ايه اللي انا بقوله ده. لو ان المسيح اتقطعت راسه مش اتصلب، كان لما يقوم هيقوم براسه ولا من غير راسه؟ اكيد هيقوم براسه ملزوقه بجسم. فالناس تقول لا ده مش هو، ده احنا شفناه بعينينا راسه مقطوع. لاما بقى يقوم من غير راس يبقى شكله مرعب، مش ممكن تحصل يعني. طب لو ان المسيح عظمه اتكسر، كان هيقوم بعظم مكسر ولا سليم؟ لو رجليه مكسرة هيقوم ازاي ويمشي ازاي؟ ولو قام سليم الناس تشك وتقول مش هو ده اللي اندفع. لكن شوفوا بقى، المسيح اراد ان ايديه تتخرم ورجليه وجنبه. لما قام كانت الخروم موجودة ولا مش موجودة؟ اهي دي بتأكد ان اللي اتدفن هو اللي قام. هل وجود الخروم عطل القيامة؟ ما عطلش القيامة. هل عطل ان الجسد يبقى جميل؟ في فرق بين واحد ايديه مجروحة وطالع منها نور وجنبه بينزف دم وطالع منه نور، وواحد ماشي يعرض. لا، المسيح قام كامل وجميل وجسده ممجد، كل اللي اتمسح العرق والدم اللي كان فيه والمنظر الوحش، وبعد ما اتصفت وبقى اصفر قام بوجه جميل مريح، بس احتفظ في جسده بأثار الصليب اللي هي المسامير والحرب، الخروم بتاعت المسامير والحرب، عشان يقول اللي اندفن بعينه هو اللي قام، محدش غيره. عشان كده كان قاصد ان عظامه لا تكسر. واحنا كمان واحنا بنخدم ربنا، ارجوكم ما تكسروش عظمه. انتوا عارفين تكسروا عظمه ازاي؟ لما تمسك طفل صغير تشفط فيه تقول له اطلع بره ما تجيش هنا تاني، انت عامل هيصه، كسرت عظم المسيح. لما تعثر انسان ده تكسير لعظم المسيح، عظما لا تكسروا منه. بعدين الايه 47، كل جماعة إسرائيل يصنعونه، حدش ما يشتركش، لازم الكل يصنعه. وطبعا الآية دي قالها سفر الأعمال، اجتمع على فتاك البار القدوس يسوع كل شعب إسرائيل. فاجتمعوا معا على الرب يسوع، فتحققت فيهم النبوة ان كل جماعة اسرائيل يصنعونه. بعدين يرجع يكرر، واذا نزل عندك نزيل ضيف وصنع فصحا للرب فليختن منه كل ذكر ثم يتقدم ليصنعه فيكون كمولود الارض، واما كل اغلف فلا يأكل منه. الاغلف اللي هو غير مختون، يعني واحد بالنسبة لنا مش متعمد، وهو خلي بالكم بيعيدها اكتر من مرة ولسه ياما هنشوفها كتير، يقول اوعى واحد مش مختون يأكل من الخروف. معناها اوعى واحد مش متعمد معموديتنا يأكل من الذبيحة بتاعتنا. كونه بقى بيفتح الفرصة ان النزيل والغريب والضيف والاجير والمشترى بفضة يختتن، معناها ربنا قلبه مفتوح للكل.
شوفوا التوازن هنا. احنا نقول ايه؟ ما هي مفيش غير اللي متعمدين ارثوذكس بس هم اللي يتناولوا، فيقولوا علينا انتم مقفلين ولا ايه الحكايه، معقدين؟ نقول لا، ما احنا قلبنا مفتوح للكل يجي يتعمد، عمرنا ما بنقول لحد ما تتعمدش، اهلا وسهلا. عامل زي القصه بتاعت كورنيليوس لما معلمنا بطرس راح يوعظ فحل الروح القدس عليه وتكلم بألسنه، وهو اساسا كان امن، فمعلمنا بطرس فتح فمه وقال الحق اني ارى ان الله لا يقبل الوجوه. لا يقبل الوجوه يعني ما يحبيش الناس، بل في كل امه الذي يتقيه ويصنع البر مقبول امامه. اقول له ايه يعني دي يعني معلمنا بطرس؟ يعني اي واحد مش مسيحي بيتقي الله وبيعمل البر يدخل السماء؟ قال لا، يدخل معمودية، مقبول قدامه. يعني ايه يدخل معمودية؟ بدليل ايه؟ ان بطرس قال لكورنيليوس يلا نتعمد، على طول عمده ساعتها، هو الذين له اجمعوه كل اهل بيته بما فيهم الاطفال. يبقى لما يجي حد يقول لك ده في ايه بتقول في كل امه الذي يصنع البر ويتقيه مقبول امامه، قول له يعني ايه مقبول امامه؟ يقول لك يعني يدخل السماء. قول له هتهالي كده النص دوت، طلعها لك من سفر الاعمال. قول له كمل ان امر بطرس يجيبوا ميه وعمد كورنيليوس والذين له. يبقى مقبول في المعموديه، مش مقبول كده اونطه من غير معموديه. لو واحد مش مسيحي وبيعمل البر وانسان كويس عمره ما عمل خطيه ولا ضايق حد ولا اذى حد، يدخل السماء؟ لا، ربنا يقول له ده انت تستاهل تتعمد، تعالى اتعمد، يفتح له باب المعموديه. زي بالظبط في مناسبه ان احنا الليله دي هيظهر ثانويه عامه ونفرح باولادنا، واحد جاب 99%، نقول دوت يستحق يدخل الجامعه مش يستحق ياخد البكالوريوس. انت تستاهل تاخد بكالوريوس بس ادخل الجامعه بقى، مجموعك الحلو ده يدخلك الجامعه عشان تاخد بكالوريوس. بالظبط واحد ما كانش مسيحي وانسان كويس مش يدخل السماء؟ لا، يتفتح له باب المعموديه. لازم الحته دي تبقى ثابته في ذهننا، لما يكون فيه النزيل والغريب ومولود الارض مش مولود البيت والمبتاع بفضه وعايز تكرمه، قول له انت من حقك تختتن، الله قلبه كبير قوي مفتوح للناس. يرد عليك يقول لك لما الهكم ده حلو كده طب ما ياخدني من غير ختان. اقول له لا، ده شرط بقى، عايز تتمتع بنعمته وابوته لازم تقبل الختان، عايز تتمتع بابوته في المسيحيه لازم تقبل المعموديه. وبعدين يقول في الايه 49، تكون شريعه واحده لمولود الارض وللنزيل النازل بينكم. شريعه واحده المولود الارض والنزيل ان هما لازم يختتن. ففعل جميع بني اسرائيل كما امر الرب موسى وهارون، هكذا فعلوا. جميل ان احنا نعمل الحاجه اللي ربنا بيامرنا بيها مش الحاجه اللي في دماغنا. احيانا واحد يقعد يفكر يقول لك مش معقول يكون ربنا قصده كده، ده لابد يكون مش عارف ايه، ونتفلسف ونعقد الدنيا، بينما الانسان المؤمن انسان بسيط. لما ربنا يقول اتعمدوا نتعمد، لما يقول اتعلموا نتعلم، لما يقول كلوا من جسدي ناكل من جسدي، لما يقول أمريض أحد بينكم يدعو خصوص الكنيسة ندعو خصوص الكنيسة لذنوب الزيت. لكن لما واحد يقول لك ربنا ما كانش قصده وربنا مش عارف ايه وهات لي آية واثبت لي وعقد الدنيا، ما بقاش تبعنا خالص. يقول لك ففعل بجميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون، هكذا فعل. وبعدين يختم الإصحاح، وكان في ذلك يوم عينه أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر بحسب أجنادهم. الآية دي كأنها مقدمة للي حصل بعد كده في الإصحاح 14، كمان مش 13.
ان بدأ يحكي لنا التفاصيل بتاعت هذا الخروج العظيم من ارض مصر. بس هو قال في نفس الليلة اللي فيها الناس فعلوا كما امر الرب موسى وهارون، هي نفس الليلة اللي فيها خرجوا من ارض مصر. عايز يقول هنا انك يوم ما تسمع كلام ربنا وترتبط به ارتباط قلبي عميق، في نفس اللحظة الله يحررك من قيود الشيطان ويخرجك بنصرة. كتير مننا بيشتكوا، انا ليه مربوط برباطات الخطية؟ ليه مش عارف اتحرر؟ ليه كل ما احب اتحرر من رباطات الخطية الاقي نفسي راجع تاني مربوط؟ الآية دي تجاوب عليه وتقول له لأنك أنت ما عملتش كل ما أمر به الرب موسى وهارون. العذراء مريم في عرس قانا الجليل قالت للخدام مهما قال لكم فافعلوه، وهي النهاردة بتقول لنا نفس الآية، مهما قال لكم فافعلوه. ولما نفذوا كلام المسيح أخذوا بركة عظيمة، إن الماء تحول إلى خمر واتسطر الفرح بعد ما كانوا هيتفضحوا. ومش بس كده، ده كمان صار هذا العرس عرس تاريخي وذكر في الكتاب المقدس وبقى مرجع لينا إن المسيح بيحضر في أفراحنا لأنه حضر في عرس قانا الجليل، وأصبح هذا العرس تمهيد لسر التناول، لأن إذا كان حول المية لخمر في قانا الجليل فهو حول الخمر الدم في العشاء السري، بقى ده تمهيد كأنه يعني حلقات متصلة ببعضيها. كل ده بسبب حاجة واحدة بس، ان هم اطاعوا كلمة المسيح. تخيلوا لو العكس، جه المسيح للخدمين وعندهم 6 أجران ماء كل واحد يسع مترين او 3 كميات كبيرة، وقال لهم املأوها الى فوق، وقالوا له احنا ناقصينك، يعني طول النهار شغالين عبيد وعمالين يأمروا فينا وما صدقنا الحفلة قربت تخلص، وإذا خلص الخمر إحنا مالنا؟ ما هو صاحب الفرح هو اللي هيتفضح، إحنا مالنا؟ إحنا ناقصين وناقصين أوامرك، وبعدين إحنا عايزين خمر مش عايزين مية، وحد في الدنيا هياخد مية يشربها؟ لكن العجيب إن هم أطاعوا، علما بأن دي كانت أول معجزة يعملها المسيح في قانا الجليل، يعني معناها مفيش خبرة ان الراجل ده بيعمل معجزات. بس الكلمة اللي قالتها العذراء كان ليها وقع المهابة عليهم، كأنها بتأمرهم مهما قال لكم فافعلوه. فبصوا للمسيح كأنهم بيقولوا انت عايز تقول لي؟ قال لهم املأوها ماء لفوق. ملأوها، قالوا احنا مليناها. قال لهم طب استقوا الآن. نستقي ماء؟ بيشربوا القهوة خمر. قال لهم قدموا لرئيس المتكل. الطاعة نولتهم هذه البركة. عشان كده هنا الكتاب ربط بين الحاجتين، فعل جميع بني إسرائيل كما أمر الرب موسى وهارون هكذا فعلوا، وفي ذلك اليوم عينه أن الرب أخرج بني إسرائيل من أرض مصر.